دائما بداياتنا من ربوع اليمن الجميلة، ولهذا الصباح سنذهب إلى حضرموت التاريخ والحضارة، نتعرف عن وادي دوعن الذي يعتبر من الأودية الهامة في محافظة حضرموت. ويتفرع هذا الوادي إلى فرعين، الوادي الأيمن والوادي الأيسر. وأيضا حمير، اشتهرت هذه المنطقة بأجود أنواع العسل في العالم. نعم. العسل الدوعني، يعني مشهور عالميا. صحيح، هو الجميل في الموضوع أنه العسل الحضرمي وصل إلى كل مكان، لأنه تكلمنا كثير في الحلقات السابقة أنهم الحضارم هم اللي كانوا البداية والانطلاق للهجرات اليمنية، وأيضا الرحلات اليمنية بدأت من حضرموت، والعسل الحضرمي مشهور هم اللي نقلوه لكل مكان، نقلوه إلى ماليزيا وإلى شرق آسيا، إلى كل مكان. صحيح، وتشتهر هذه المنطقة بأبرز المواقع الأثرية، أهمها مدينة ريبون الأثرية وقرية القزة، بالإضافة أيضا إلى القرى السياحية الجميلة المتناثرة على ضفتي الوادي. أنا دائما بحب محافظة حضرموت، بحسها هيك متميزة. نعم. في العسل وفي التاريخ، حتى في طيبة أهلها وثقافة أهلها مختلفة تماما، وفي خور المكلة. يعني مرة كان معنا تقرير عن خور المكلة، يعني صراحة مناظر رائعة وأجواء رائعة في حضرموت. سنتعرف مش واحد يصير خورة. صحيح، خورة يروح على حضرموت، يعني ترغب تروح تشوف. لا، خورة نروح على حضرموت وعلى المكلة. إذن سنتابع تفاصيل أوفى عن وادي دوعن من حضرموت في هذا التقرير. وادي دوعن أحد أكبر أودية محافظة حضرموت، وله فرعان الأيمن والأيسر. فرعه الأيمن يمتاز بكثافة السكان وجمال الطبيعة وخصوبة أراضيه، إذ تتكاثر فيه أشجار النخيل والسدر. يصب وادي دوعن شمالاً إلى وادي حضرموت الرئيسي حيث يلتقيان. وادي دوعن الأيمن ووادي دوعن الأيسر ليصب في وادي دوعن الرئيسي، وفيه تنتشر المواقع الأثرية والقرى المتناثرة بشكل جميل على ضفتي الوادي. وادي دوعن تربة خصبة جعلته الأشهر على الإطلاق بإنتاج العسل، أو ما يعرف بالعسل الدوعني العلب، أو عسل العلب الدوعني. لقد حددت الأبحاث الجيولوجية الحديثة مراحل تشكل الوادي، حيث تشير الدراسات إلى أن الوادي وادي دوعن تشكل محل البحر القديم لفترة تتجاوز 40 مليون سنة. ووادي دوعن كما ذكرت الدراسات أيضاً كان طريقاً تجارياً هاماً منذ ما قبل الميلاد، يربط حضرموت بالطرق التجارية الرئيسة من الساحل على شبوة وتمنو. وقد ظهرت تسمية دوعن في نقوش الأضرحة في القرن الأول قبل الميلاد، والزائر لدوعن يستوقفه على الطريق ذلك المنظر الجميل لتلك القرى والبلدات المتناثرة في سفوح الجبال، ويلفت نظره تلك المنازل والقصور الطينية والمدن التاريخية القديمة كقرية المشهد وخريبة وريبون والهجرين وغيرها. أم اليمن، أمي يا الله على جمال اليمن وعلى رونق اليمن، يمن الحضارة، يمن الخير، يمن الجمال بأهلها وبناسها، وأيضا
بكل الجبال وبكل التضاريس الموجودة في اليمن يا سماح. وبكل الحضارة والتاريخ. نعم. وبطيبة أهلها فعليا، هذا ما يميز اليمن، هذا البلد الطيب بأناسه الجميلين والطيبين أيضا، وحضرموت التاريخ والحضارة. نعم. دائما يعني جميلة هي حضرموت كبقى المحافظات اليمنية، وتتميز بأوديتها وبمديرياتها وبمدنها أيضا وبالعسل. وصباحكم عسل دوعاني بالتأكيد. صباحكم عسل دوعاني أكيد، وجميل على كل قلوب الناس اللي بيتابعونا واللي بيشاهدونا الآن من كل مكان، خاص مخصوص لأهل حضرموت اللي بيتابعونا عبر الفيسبوك. أهلا وسهلا فيكم في هذه الحلقة الجميلة اللي منورنا يا أهل حضرموت. نعم.